ورجعنا نعدل الأوضاع. اقلب الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة. اليوم قررنا نسويكم تحدي السناكاش سودا ضد البابا. اسمع، هو موفق راح يسوي عقابات. عقاباتي هذا تحدي سناكات، راح نستمتع بالأكل. حنا راح ناكل اللون الأسود أنا والمحسن. يا الله. تفضل تفضل ترى انت قاعد كذا يعني خلي الناس تشتتوا. راكلوا الجيب. التصويت حق المحزم ما زال. والله لا اقول لهم التصويت حق المنتدى موجود حق المحزم. اذا تبغوا المحزم المليان صوتوا كلكم نعم، اذا ما تبغوا صوتوا لا. كم وصل التصويت يا محمد؟ المنتدى 75,000. يا جماعه 75,000 صوت في المنتدى. طبعا احنا سوينا هذا التحدي. يا جماعه تعليقات مره كثيره، يبغوا تحدي السناك الاسود ضد الابيض. شوفوا قديش التعليقات. ما راح نسوي الحركة السحرية اليوم حق تغيير التيشيرتات، احنا اتفقنا قبل التحدي. يرحم امك. خلاص خلاص يا عمي، انا بتكلم، انا بدي وجهي للجماهير. اعطي وجهك للجماهير. يا اخي هذا مجننا، احنا لنا سنتين ما ادري 5 سنين قاعدين نستحمل. ليه كلكم تبغونه؟ ليه؟ وقف الله. اي فرصة يا اخي. طيب يلا السوشيال ميديا للجميع. تحدد فيها رجل. إذا ما أكلت سناكات كلها حيخسر. يا عم أنت ما هو تحدي، ما هو تحدي صراحة، ما هو تحدي عقابات. اليوم راح نسوي لكم الحركة السحرية، لأنه اتفقت أنا وفيصل نكون فريق واحد، اللون الأسود والمحزم، بناءً على قرارة نفسه هو اللي اختار اللون الأبيض، صح؟ أيوه. ما راح تاكل معانا أي شيء من اللون الأسود، والله يا متابعين الأشياء اللي اشتريتها، والله دقت عليها، من أصعب الأشياء اللي دوختنا عشان نشتري اللون الأبيض والأسود. صحيح فيصل؟ أيوه. تلفيت 5 محلات. صحيح، جدة وفي مكة، اشترينا من مواقع إلكترونية عشان نحصل على هذه الأشياء كلها. ادعمونا باللايك، ترى مرة نتعب في التحديات. ترى اللايك متابعين يساعد في نشر الفيديو. ادعمونا كلكم الآن بالله. جاهزين؟ جاهزين. دقيقة انت جاي لي؟ ايه يا حبيبي وانا سوني، ايه عندي بسوني. ايه هذه الاشياء كل اليوم حناكل كلها والله حتاكل احلى يد سوني اليوم. انت مجنون ايش فيه؟ رح ناكل الفراولة السودا. يس نصب الفراولة. اوه يلا محزم انت خذ البيضة احنا ناخذ السودا. ابلع يا مدير. من جوا والله محشية فراولة. هذا كيك ولا ايش؟ هي فراولة هذه مجففة يا بابا. والله شكلها الوايت اللي عند مرة رهيب. جماعة اللي حب الفراولة يشتري هذا المنتج. اللي بعده يا عبدو راح ندخل في عصير برايم الابيض والاسود. كفو يا شباب. ابلع عمدي. طيب انا معاك، ترى انا لون اسود. لا تخلصوا كل. ايش طعمه يا فيصل؟ والله شكل المحفاس لذيذ. دوب معايا. انا اسود ماني ابيض. يمين بالله احلى برايم ذقته. اقسم بالله يا جماعه طعم المانجا فيه مره واضح، فواكه استوائيه والله يفوز. بابا ابراهيم ده احلى. الابيض؟ ايوه. اشم ريحته بس ما راح اشرب يا متابعين. والله العظيم الاسود يفوز. عصير برايم؟ يفوز. كفو. اللي بعده؟ يا عبده وعقلي ربه. انت معانا مسافر. راح ندخل في الدونات البيضة والسودة. خذ يا محزم البيضة. احنا البيضة. اوه دقيقة دقيقة احنا السودة. شوف شكل الدونات. ابلع يا وزير. بسم الله. بسم الله. والله دونات والله لذيذة. والله يا جماعة مرة رهيبة. 3 حبات من هذه 280 كالوري. يعني 3 حبات من هذه تعادل حبة الدونات الكبيرة. السادة طبعا. واو. الدونات. يفوز. كيس كيك ابيض ترميسو اسود. انا متحمس صراحه لهذا الترميسو. شوفوا الباكجينج حقه كيف جماعه، تلاقوه في السوبر ماركت في القسم حق المجمدات اللي ينحط في الفريز. صناعه طبعا ايطاليه، فانا متحمس اجرب الشيء هذا من ايطاليا. بسم الله نفتح. واو شوف كيف، والله الترميسو جاي مرتب يا جماعه، مره مرتب. هذا حق المحزم، شوفوا كيف شكله. واو هذا الاسود حقنا وهذا الابيض حق المحزم. شوف كيف الترميسو، والله مره ابلع. ما توقعت الطعم زي كذا يا جماعه. على ضمانتي الكواليتي حقه هو في السوبر ماركت يعتبر كواليتي مره عالي. يعني تشوف يعني شوف انت تحس بروده شوكولاته مع قهوه مع فانيليا. كيف شيء رهيب. هدي هدي باقي ربع. شوف لما يكون نتضارب على شيء انا وفيصل يكون انه مره لذيذ. ورب الكعبه واقي وحده لو ما تديني اياها يا ولد. يا جماعه رهيبه، كل ما تسيح تصير احلى. نعم. اللي بعده لعبده. خلينا نخش
بالشيبس الأسود على الخاصة بالشيبس الأبيض. يس راح أساعد المخدم يا جماعة. شوف كيف هذا الشيبس الأسود وهذا الشيبس الأبيض. يا جماعة تتذكروا في تحدي السناكات الحمراء أكلنا الأحمر من نفس الشركة كان مرة لذيذ ومدحناه مدح مو طبيعي. إن شاء الله الأسود يطلع نفس الشيء. لا يا مدير طعم الفلفل الاسود فيه اصل قوي. اشتروا الاحمر يا جماعه الاحمر كان مره لذيذ واللي يحب الفلفل الاسود يشتري اللون الاسود. نظيف نظيف يا جماعه المحزم يقول لكم هذه الشركه نظيفه. طبعا هو بنكهه ايش النكهه يا عودي؟ الجبنه. والله ما شاء الله يفهم. انا يعني غششتكم من بعيد قلت بشوف المحزم يفهم في الطعم ولا لا. يا جماعه الشركه هذه كويسه والكواليتي حقها عالي. يحب الفلفل الاسود يشتريه. يا جماعة تبون رأيكم من الآن تحدي السناكات. صراحة اللون مرة صعب تعبنا مرة في شراء الأشياء فلذلك إذا الحلقة يعني ما عجبتكم أو الأشياء ما عجبتكم فهذا الشيء مو بيدنا لأنه إحنا مرة تعبنا وإحنا نشتري الأغراض هذه وأنتوا اللي طلبتوا تحدي السناكات البيضة والسودة وحققنا هذا المطلب. ولذلك يا عزيزي المتابع ادعمنا بلايك يعني شوفين دحين اضغط لايك اشترك ما خسرت شيء. أنت مرة طمعت تبغى أسوي لايك واشترك. طيب لا تشترك. لا خليني اشترك خليني واكتب كومنت اكتب اي شيء قول انت تستطيع الاول في اللعبه اللي بعده في عندنا هذه العلبه يا جماعه تيجي نص ابيض ونص اسود يعني هذه مين ياكلها الحين؟ انت ابيض صح؟ بس حنا برضو اسود هذه العلبه يا جماعه حناكلها حنا الفريقين مع بعض الفريق الاسود مع الابيض اوكي؟ واو 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 يا اخي ايش الشوكولاته ذي دقيقه يجي معاها هذا الشيء شكلها مره فخم يا جماعه طبعا اني متابعيني راح ناكلها انا والمحزم وفيصل ليش؟ لانها نص ابيض ونص اسود يلا شباب بس شفتها معاها كتالوج يا حبيبي كيف؟ ايوه ها من جوا ابيض اللي عندك شوف اللي عندك هو اللي عند المحزم اسود اللي عندنا احنا بيضة اللي عند المحزم سوداء ايوه يا جماعه هي تيجي من جوا نص ابيض ونص اسود شايفين كيف؟ اللي بعده يا عبده وادعي ربه راح ندخل في سكرين مارس الاسود والمحزم في كيندر بوينو الابيض نفتح العلب من فوق يا جماعه المارس شوفوا كيف يطلع شوفوا شكل الاسكريم كيف يجي من العلبه فضي رهيب غذي بصرك يا عزيزي المتابع كريم مارس الاسود ابلع المحزم متحمس والله مارس شرف عريق ابدعت في الاسكريم للمعلوميه متابعين اسكريم له يمكن فتره هنا على جنب فاول ما كنا على طول راح يمكن هذا الشيء مخليه مره اسطوري كمان مين زي يحب ياكل القمعه اللي تحتها انا زيك يا حبيبي يجي فيه شوكولاته رهيب اللي بعده عبده والله مو معانا المحزم داعش في الاسكريم راح ادخل انا وفيصل في السفن الاسود والمحزم حيشرب السفن ابا الابيض واو يا جماعة هذا السفن زيرو شوغر حق المحزن مدري ليش لونه أبيض صراحة أعطينا انطباعك جرب أعطوني انطباعك أنا متحمس صراحة للون الأسود ما قد شفت سفن أسود طعم الليمون أوه طعم الليمون مرة مركز عمي قوي والله مركز بس والله تحس إنه سفن كذا يعني مركز اللي بعده يا عبدو يدعي ربو مشروب دكتور بيبا الاسود مشروب ارزونا كفو والله المحزم قالها صح هذا المشروب يا جماعه ب 32 ريال جرب هل يستحق ولا لا هذا مره غالي يا محزم مصروف حق اسبوع في المدرسه ايوه عاد كيف عنده فلوس كثير كم معاه؟ 43.67 هذه كل المبالغ معاك وانا ما ادري؟ لا انا معي 500 ريال ابلع يا مدير يفاز وين انت من اول الحلقه دبش 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 الطاوله بشويش ابى اجرب الاسود حقنا هذا والله اسطوري كرز طعم كرز ايش هذا؟ ايوه كرز هذا كرز هذا كرز اسود ولا ايش؟ يا جماعه هذه العصيرات اللي زي كذا تيجي دائما مركزه اللي بعده يا عبده ادعي ربه يا جماعه المحزم راح ياكل الشوكولاته هذه البقلاوه التركيه كل ما تيجي في السوبر ماركتات تخلص اشوفهم يتضاربوا عليها دائما تخلص وانا وفيصل راح ناكل هذه الكيكه اللي بالكرتونه الاسود طبعا انا قاعد اساعد المحزم يا جماعه لانه ما شاء الله تبارك الله تركت له الموضوع راح يدمرها واو يا جماعه من جد شكلها بالبقلاوه شوف كيف الكيس حقها هذا البقلاوه والفستق والكيكه السوداء هذا يا جماعه يقطعونها بالسكين يحطونها في طبق يقدمونها للضيوف وكيف حشوتها مره راهيه مليانه تحس الطبقه حقت الصوص اللي حق الشوكليت اللي جوه الاسود ذا مره كثير ما راح اقول لك واو مدري ايه كواليتي عالي مين هو هذه؟ ايوه ابوي تضرب عليها في السوبر ماركت يا جماعه بس حبه شيء ممكن لو جبت منه كثير وربي لذيذه كانك تاكل بقلاوه تركيه ممكن تحس ام الطاوله انا معليش اكلت من اللون الابيض بس لما قال لي طعمه مو طيب حبيت اشيك اقسم بالله احلى شوكولاته تاكلها في حياتك روح اعطي هذه ماما قول لها يا ماما هذه هديه مني لك راح ينبسط من فاز اللي بعده يا عبده راح ندخل في الشيبس الاسود والمحزم حيدخل في الحلويات البيضة يا فيصل جرب الشيبس ماما تو عليها ينفع تكون بها هذه حلويات المحزم
يا متابعين النكهة موزونة، ما هي نكهة مرة قوية ولا هي نكهة معدومة الطعم، نكهة متوازنة، طعم جبنة موجود، شكل دوريتوس لكن فيها هشاشة الفشفاش. شايفين كيف؟ سميكة من جوا. الحين هنبدا عصير الزبال مع كوكونات. كفو، الحين راح نشرب امريكانو من شركه بي تي اس، هذه فرقه كوريه تقريبا تغني حاجه زي كذا، منزلين مشروب قهوه. ايوه بي تي اس انا اعرفهم، معروفين هذول تقريبا في كوريا صح؟ ايوه. نبي نجرب كيف المشروب. اسود هذا شاهي، هيكون شاهي من جد. يلا نجرب، يلا 1 2 3. والله طعمها يا جماعه هذول ما ادري كيف يا اخي المشاهير ذول مسووا مشروبات يطلعون الطعم غريب. انا شايف طعم قهوه ما في مرار، في مراره في الكوكب. ايش بك محزن؟ محزن ايش فيه يا جماعه؟ المشروب حقه ريحته زبادي مع كوكونات اصلا، شوفوا كيف لونه ابيض، والله فيه زبادي جوا. ما اقول زبادي، شراب بنكهه الزبادي مع جوز الهند، مشروب بي تي اس. هذا البسكويت كانت امي الله يرحمها مره تحب مره، لدرجه انه دائما في الشنطه عندها احيانا يكون معاها، اذا راحت الحرم تكون معاها بعد الطواف تاكل منه، اذا تفطر مثلا كسناك. تتذكر؟ انا اتذكر انه هي كانت كل يوم تعطيني منه. ترى يا جماعه مره لذيذ، وهذا انا اسميه بسكويت الواجهه. والله اباكم متابعيني كلكم الان تكتبوا تحت في التعليقات الله يرحمك يا امي انت تستطيع، الله يرحمك يا امي وتغفر لك يا رب، الله يرحمك. ادعي معانا الله يرحمك. ادعي معانا، قول الله يرحمك. يا جماعه عشان المحزن انسحب من التحدي، كلكم ادعوا لامي بالله، اكتب الحين تعليق قول الله يرحمك يا ام انت تستطيع، انا بكمل التحدي انا وانت. طيب يلا انا البس ابيض واجيك. اوكي. A few minutes later. قوم قوم قوم. ايش فيك؟ اخرت عليك معلش، رحت اشتريت تيشيرت جديد، ما عندي ولا تيشيرت جديد. اسمع يبغاله كوي بس على السريع. ارحم امك، استنى خش وتوش خلاص. ابشر ابشر الحين اضبط لك الامور. هي 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 يا جماعه، الحين حعرف اسيطر باذن الله. ايش كان اللي يفد المحزم؟ حلاوه السور البيضه هذه، راح افك الحلاوه السور. شوفوا حتقدر تاكل الشيبس الحار ذا. حلاوة سور حامضة من هذه الشركة اللي دائما نجربها في كل التحديات. أشهد أن لا إله إلا الله. بس جرب يا جماعة، حموضة حقتها متوازنة، ما هي مرة قوية ولا مرة هي قليلة، معتدلة، يعني من الحلويات اللذيذة. أي واحد نزلت عشرة لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. تستني إنه شيبس حاصد أرواح. والله يا جماعة فيصل كبر ما شاء الله. تمام مستحيل يخاطر في نفسه. كيف الحرارة؟ نوديك الحمام. يا جماعة دحين حناكل عشوائي، أنا بختار الشيء اللي يعجبه، راح أدخل في هذا المشروب مشروب العنب مع لب جوز الهند مع الزبادي. يا جماعة أنتم متخيلين الخلطة؟ هذا المشروب من فرنسا مستورد من الخارج. بسم الله. أنا بختار سكوتش. يلا بسم الله. أقسم بالله رهيب، لما قريت المكونات قلت مستحيل طعمه يكون لذيذ، والله يفوز، شيء جديد ما قد ذقته في حياتي كذا، مركب ثلاث مركبات مع بعض غريبة، عنب مع جوز هند مع زبادي. والله التجربة خير برهان، الواحد يجرب يا جماعة. هذا الطعم أنا ذقته قبل 5 سنين. أيام جد الله يرحمها. لا اللي ما ترحم عليها يا جماعة ترحم. اكتب الله يرحمك يا أم أنت تستطيع. أبى أجرب الكوكونات لحاله من غير أي خلطات ثانية، من غير عنب أبيض، من غير أي شيء. كوكونات أصلي معصور. هذا الكتكات يا جماعة البيضة نفسي أجربها من زمان. شوف يا جماعة بفتح لكم إياها، الكتكات الأبيض المستورد. أنا ممكن تكون صغيرة أمريكي. أوه وايت شوكليت كتكات. والله نفسي أذوقها. لين دحين أنا ما حكيتها. جربت الكتكات البيضة، وبجرب التوبس البيضة. طبعاً يكون فيها 4 أكياس صغيرة. يعني نشوف الكيس الواحد كم فيلو. الكيس الواحد فيلو واحدة كبيرة. طلعت كبيرة. هنا في الصورة صغيرة صح؟ أيوه. أما هي هنا كبيرة. كيس البيضة. أبجرب هذا الكليجة. طبعاً هذا وافل بلجيكي. هذا كليجة ولا؟ هم كاتبين عليه كليجة، بس أنا لا أعرفه إنه هذا الوافل البلجيكي. في شركات دائماً أجيبها عندي في البيت، بس لونه مو أبيض، بس طعمه مرة لذيذ، إن شاء الله إنه هذا تطلع زيه. يا حبيبي الوافل البلجيكي بسم الله. إذا مطت. أوه. يا والله لذيذ. هذا يا جماعة يجيبوا كاسة الشاهي بالحليب، تكون فوق الكاسة كذا بدقيقة أو فوق القهوة الحارة أمريكانو، والحرارة حقت القهوة ذوبها تصير دايبة، تحطها في فمك. دارك. ايش هو اللي دارك؟ انا ما احب الدارك يا ابني، كل شيء في الحياه دارك. تدري ان الشوكولاته الدارك جدا مفيده؟ ما انا عارف. وان هي هرمون سعاده؟ انا عارف. وان الجسم حب الدارك؟ انا عارف.
خليني أذوق هذا البسكويت، أكيد مو هذا. هذا اللبانة أنا كنت لما أروح المدرسة بعمر فيصل والله كنت أشوفها في البقالة، ترى مرة قديمة ما أدري من سنة كم هذه. هذه ألين دحين جد جدي بيجيب لي. والله يا جماعة ترى هذه كانت زمان يعني تعتبر تسوي فيها مفاوضات، يعني إذا معايا 4-5 حبات أقدر أستبدلها بأي شيء ثاني مع زميلي في المدرسة. طبعاً ألين دحين جدي بيجيب لي إياها، هو يحسب نفسه في التسعينات والخمسينيات هذي. كذا كنا نأكلها، حطها في فمك. ليني اذوق البسكويت، مع انه هذا البسكويت انا اعرفه انا احبه مره، ما يعتبر يعني مره قديم. يا جماعه ايش حظي مع الدارك؟ انت اكلت هذه؟ ايوه يا جماعه هذه بالدارك شوكليت. اللون الاسود مره تعبني وانا اشتري، انه اي شيء اسود يا يجي شوكليت دارك او كيك دارك، اي كل شيء دارك فيه. معاده كانت المارس كانت لذيذه. جماعه مين يتذكر هذه؟ في منها يجي الوان، تجي حبه فيها 4 الوان، اخضر واصفر ورنج واحمر، مره لذيذه بفواكه. تقريبا كذا التحدي قرب يخلص. هذه حلاوه قطن بطعم الموز يا جماعه، حلاوه قطن بطعم ايش؟ الموز. اشياء غريبه اليوم. كيف كمر علويه؟ واو لون ابيض ابيض ابيض. شوف جماعه كيف تجي طبقات. جد بطعم الموز. اوه والله لذيذة. تبعيني انا بسرسح، ما عندي غير السرسح. اللون الاسود مقلب، والله المحزن من اول استمتع جالس، انت تشرب مياه غازية. ولا وكمان مياه بحر. بدخل في هذا الوايت شوكليت ويفر، شوف الويفر الابيض كيف شكلي تعب. الشوكليت من هذه الشركة مرة حلوة يا جماعة. بابا والله اني غطست اصبعي في مسبح. لا يا شيخ. الشوكليت من هذه الشركة مرة لذيذ، الويفر الابيض الان نفس الجودة، إذا تحب الوايت شوكليت اشتريها. البرطم الأسود هذا. لا. يا جماعة هذا كنت اشتريه وأنا صغير برضو، بس ما مو من نفس الشركة. هذه هي يا جماعة شوف كيف، روف هذا مارشميلو اللي فوق واللي تحت بسكويت. نفس ما توقعت. والله يا جماعة ممكن دحين الأطفال حقين الزمن ذول يعني اللي بعمر المحزن فيصل لما ياكلون ذي الأشياء عادي، ترى احنا زمان كنا ننبهر، يعني الأشياء كانت متوفرة بس مو بتعدد هالشركات الكبيرة، مو بالمنافسة الآن اللي موجودة في السوق. الآن كل شيء أصبح العالم يعني يوفر كل شيء في وقت قصير، يعني أغلب الأشياء هذه مستوردة من أكثر من دولة، متوفرة من شركات كثيرة والتنوع موجود. الشاهد في الموضوع إنه الآن من قوة المنافسة قاعدين يبتكرون أشياء رهيبة. الحمد لله على هذه النعمة، أنتم في نعمة. تقول الحمد لله. الحمد لله. ترى انت في نعمه كمان لازم تحمدها، انت قاعد تاكل كل الاشياء هذه تستمتع فيها. من اول متابعيني يبغون ناكل هذا الشيء، انا متاكد زي ما هو فيصل متحمس. هذه يد سوني زي ما انتم شايفين، حياكلها فيصل باللون الاسود. طوريه انا هذه يد سوني باللون الابيض راح اكلها انا. من قبل عد. واو هذا محجر والله لذيذه. انا اسف متابعيني شكلي لازم اكسر. بعدك ساعدني بيت السوني. هنا يدي هاي هاي. وطلعت كمان دارك. يوم اوه هذا الاندومي ما ينفع ياكله فيصل، انا انصح انه ما تشترون الاطفال لانه الحراره حقته قويه. بس اذا انتم ما تبغون الحار لا تحطون الارض. يلا بسم الله نفتح. واو يا مسوق. لا تنسوا تعطونا احنا لايك واشتراك وانشروا المقطع كل مكان. لا تمسكني. لازم اكتبوا تحت في التعليقات ايش تبغوا التحدي الجاي الاسبوع القادم، اعطونا اقتراحات حلقات جديده نفسكم تشوفونها او حلقات قديمه نصورها ثاني مره. باذن الله راح نصالح المحزم، بنشوف في المنتدى ايش الوضع، اذا انتم تبونه ما زال التعزيز للمحزم قوي راح يكون معنا في الحلقات القادمه. شكرا لكم من القلب، محبكم فردا فردا واسما اسما وشخصا شخصا. سلام. خارج بسكت جوعي والنكبه ما في بنزين، يا دوب لقيت لي محطه عبي 95 كانت بتخرب الخطه، لو طفت على اليمين الجو احر من الشطه فوق ال40. اوبا مطب غبني غبنا خرب الصب ركب استبنا تاكسي ستوب تاكسي ولا عبرنا كبيرة.